يقول السائل: ما هي شروط التوبة النصوح وكيف نشعر بها؟ التوبة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيرجعوا، توبوا أيرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى طاعته، واتركوا معصيته ومخالفته. التوبة الصحيحة والنصوح، نصوح معناها الخالصة، توبة الخالصة، ولها ثلاثة شروط ذكرها أهل العلم. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، أي ترك الذنب، ترك الذنب. أما الذي يتوب ولا يترك الذنب فهذا كذاب، توبته غير صحيحة وغير نصوح، غير خالصة. لأن من الناس من يردد التوبة والاستغفار ولكنه مقيم على الذنوب لا يتحول عنها، يتوب بلسانه فقط، هذه ليست توبة. هذا الشرط الأول، أن يترك الذنب تركا نهائيا ويبتعد عنه. الشرط الثاني أن يعزم أن لا يعود إليه، لأن تكون توبته مؤبدة، يتوب في وقت محدد، ثم بنيته أنه يرجع إلى الذنب بعد ذلك الوقت، هذا توبته غير صحيحة، لأنها توبة مؤقتة. فمثلا الذي يتوب في رمضان ويجتهد في العبادة والطاعة وفي نيته أنه إذا انسلخ رمضان يعود إلى حالته الأولى من ترك الصلاة وفعل المحرمات، هذا توبته في رمضان غير صحيحة وغير مقبولة ولا تنفعه عند الله شيئا، لأنه ينوي الرجوع إلى المعاصي بعد مضي رمضان أو غيره من الأوقات المحددة. الشرط الثالث أن يندم على ما حصل منه، يكون عنده ندم وحياء من الله وانكسار وذلة أمام الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان لا يندم على ذنوبه بل يفتخر فيها فهذا توبته غير صحيحة، لأنه لم يندم على ما حصل منه، وإنما قد يذكر هذه الأشياء ويتمدح بها ويتبجح بها ويظن أنها مغفورة له، فهذا شرط عظيم وهو الندم على ما حصل منه، هذا علامة على صدق التوبة. وفي الحديث أن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخشى أن ينقض عليه، المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخشى أن ينقض عليه، والمنافق يرى أن ذنبه مثل الذباب الذي يقع عليه ثم يطير لا يراه شيئا. هذا فرق ما بين المؤمن والمنافق في شعور كل منهما بذنبه. هذه شروط التوبة فيما بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. وهناك شرط رابع، إذا كان الذنب بين العبد وبين الناس، يعني يكون ظلمهم أو اعتدى عليهم أو أخذ حقوقهم،
فمع هذه الشروط الثلاثة شرط الرابع وهو أن يرد المظالم على أهلها ويطلب منهم المسامحة، يطلب منهم المسامحة، لأن حقوق المخلوقين لا تسقط إلا بردها عليهم أو مسامحتهم فيها. نعم.